الأشياء اللي اشتريتها بمناسبة عيد ميلاد بنتي، هذا اشتريته من روسيا. هذا يعطي نكهة ويعطي لون في نفس الوقت، وهذا الشموع يعني عاديين، وهذا للتزيين. مش عارفة كيف راح استعملهم. وهذا ألوان الكتابة مثل ما في الصورة، أيضا مش عارفة كيف حنستعملهم. هذا اللي صورته لكم، هذا اللي فتحته وتليزيته في السيرو، كولوراسيون تاعو مليحة، قطرة رجعت وغوش. هذا مازال حنفتحو دركا قدامكم، وهذا ثاني هاني قطعتها منه وخرجتها. هذا هو الشكل تاعهم. هذو اللي حابه نكتب بيهم جوايز انيفيرسير اسيل بون، دركا راني نخمم كيفاش يجوا مع الباليش. وزيت قطعت هذه ثاني ونجبدها ونحطها قدامكم. يجو دي باكي هكا، كل باكي فيه اشكال. هذو هما الاشياء اللي شريتهم، ماشي صوالح بزاف. شريت هذا باش بحبي بالدوغي، وشريت لها شاطوموف الحق. هذا اللي عجبني جاموف، مكتوب هابي بيرثدي بالدوغي. هي اصلا عندها اون غوب موف، حنلبسها لها معاها. هذا الان مازال ما فتحتوش، مش عارفه كيف الشكل تاعو كيف داير الداخل، جاي على شكل قلوب وديبابة هكا تاع هابي بيرثدي. و شريت هذا البالون تاع دوزون تاع عامين، مازال ما نفختوش كي نفخو تشوفوه. و هذا هو نفخ نورمالمون بهذا، من بعد نحو هكا قللنا. شريت لها هذا لي تاع ندير النجوم هكا سينيال تحطه في لاطاخت. و شريت لها شريت هذو لي جو دو لوميير، قلت هذيك هي نديرهم في لانيفيرسير ومن طون نسحقهم انا كي نجي نصور دي فيديو ولا هذا كلشي. من بعد كنشعلهم ولا نشبحهم كامل، حتشوفهم كيفاش يجو دايرين. راح استعمل واحد من الاقراط هادو اللي انتم ديجا اخترتوهم لي في الانستغرام. الصالون تاعنا جايه براتيكمون كامل بلارجون، على هذيك قلت نخير دي كولور اللي يبانو فيها باش نكاسي لا كولور. صافي درت شريت الدوغي.